سنوات مرت ومنطقة أم الحنطة في ديالى تعاني من عمليات إرهابية تستهدف أهلها باستمرار وتزهق أرواحهم متسائلين لماذا لم يتم تشكيل حجا عشائري بمناطقهم مع أنهم يمارسون واجباتهم الليلية لحماية عوائلهم. منطقة الشيخ بابا بصورة عامة وقرية أم الحنطة بصورة خاصة 4 سنوات على التوالي تقديم ضحايا وجرحى وثروات مادية ومدنية. احنا نطالب بحشد من داخل المنطقة وخاصة انها القرية المشايخ تعداد اكثر من 700 بيت وانطى شهداء وانطى جرحى. ما اعرف شنو الغاية من عندها، ليش ما يصير لها حشد؟ ليش ما اعرف شنو الغاية من عندها؟ يعني حتى الحشود اللي صارت، يعني حشد صار بجولة وبقرة تبا، ما يجنون على هالمناطق، رايح قاضي بجولة وانا لا يزال يعني اقضي بواجبات والناس قياعينا كلها راحت، والله قياعينا كلها على الاطلاق راحت، وما قلت الناس يعني أبسط المعيشة ما عدها لحد الآن، أبسط الحالة المعيشية ما نريد احنا خدمات، نريد أمان ونريد عيشة. أما الإدارة المحلية في محافظة ديالى فطالبت القوات الأمنية بتوفير الأمن لأن نزيف الدم أصبح بصورة مستمرة رغم وجود القوات الأمنية بأعداد قليلة، ما يصعب عليها السيطرة على هذه المناطق بسبب طبيعة الأرض وكثرة الوديان والغابات والتلال، ما يحتم التنسيق المشترك للحفاظ على دماء الأبرياء. ومع كل أسف القوات الأمنية موجودة لكن عددها قليل، تبلي بلاء حسنا لكن بسبب قلة عددها لا تستطيع، وهذا واقع، لا تستطيع أن توفر الأمن والأمان في تلك القرى وفي تلك المناطق باعتبارها مناطق واسعة وفيها وديان وهضاب وفيها تلال وفيها غابات وفيها بساتين. نحن نطمح بأن يستعجل الحكومتين الاتحادية وحكومة الأقليم بالتنسيق المشترك لحفظ أمن المواطنين في تلك المناطق. ضرورة اعتماد الأمن المستدام من خلال إملاء الفراغات وتنشيط البعد الاستخباري وكشف الخلايا النائمة وداعميها من أجل طي صفحة مريرة مرت على منطقة أم الحنطة لسنوات طويلة.